هذا سائل يقول: أديت العمرة ومعي إخوتي، فبعض إخوتي لم يكملوا العمرة بسبب أنهم ضاعوا أثناء أداء العمرة فلم يكملوها حتى هذا اليوم، ومضى أكثر من 3 أيام، علما بأن بعضهم صغير وبعضهم بالغ، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ حكم أنه باق عليهم الإحرام بالعمرة إلى أن يؤدوها، يجب عليهم أن يؤدوا العمرة، الطواف والسعي والحلق أو التقصير. ولو ضاعوا ومضى عليهم أيام، العمرة باقية عليهم والإحرام باق عليهم، فمتى ما تيسر لهم يؤدون العمرة. الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن كانوا تحللوا من العمرة يعيدون الإحرامات عليهم، لأنه العمرة ما ترفض، ولا يجوز رفض الإحرام إلا بأداء مناسكه. يعيدون ملابس الإحرام عليهم، وتجنبون محظورات الإحرام، ويؤدون العمرة. نعم.